ولا قلبي كان بيعذابه عذابه تتتت وغلبني شو. والله شكله وزير الكهرباء اللي غلبك هالمرة. مو بس غلبه، غلبه كمان. لا معاه النسوة، لكن نسيت اكوي القميص. اوف، من امتى كنا والشمس ترقعنا؟ بكرة عندي مزاولة مهام جديدة بالجامعة. أول شي منحب نبارك لك على ثقة الجهات العليا، بس بالله شو كان المنصب؟ عضو هيئة إدارية بالجامعة. حلو، هيك فرض ضربة يعني. ليش شو يعني عضو هيئة إدارية؟ ولا شي عم إيليا، ولا شي. هو عبارة عن شخص عديم الأهمية، بيمشي مشية المصمت بالجامعة، وبيدور وين في مشكلة بيتحش حاله فيها، مع العلم إنه هو ما بيطلع بإيده شي، وإذا شاف بنت دروشان على قد عقلها، بيفوش عليها وبيعمل حاله هكر الجامعة كرمال يطبقها. رباك؟ يعني انت درت درت وما لقيت تسأل غير هاد المعقد. ليك ولك قفة الهم، اذا فايت هاي الفوتة بس لحتى تعرف بخويش الجامعة وتقبض لك ليرة وليرتين بتسترزق منه فحلال عليك، اما اذا فايت استعراض عضلات فبلا لك يا حبيبي. وانت ليش عم تشجع ينحرف؟ لا اله الا الله، ليشات شو ناطره؟ لا مستقبل ولا ورثه وراه، وازنقى الحظا بضيعته، عنده لترين مازوت مخبيهم على جنب وقت الزنقه، ومتحيون ومو ناوي يسافر ومو ناوي يظبط وضعه، فشو مستقبله حبيبي؟ غير امام عم يحركش ورا الليره والليرتين. لك ليك ليك، ليك من عم يحكي عند المساء؟ هذا هو العلقه، شفته؟ هذا هو العلقه اللي حلم حياته يسافر على اوروبا ويصير مع اللاجئين، لا وشو؟ ويوقف من التشحاد على طابور 400 يورو براس الشهر، ولا قاعد بحضنا عم تنتف دقنا؟ ليك حبيبي شكلك انت بدك تخانق، بس اساسا اذا رح خانق واحد تافه مثلك بكون عم اعترف فيك، فلهيك شو رح اعمل يا حزرة؟ رح تعمل تحتك، بس لانفك نقف الدين تقرير يطلع من احف راسك، ابقى واجهني يا وطي. صحيح، وزعوا لك الرفاق دفتر تقارير ولا صار الختم الكتروني بحكم التطور؟ لا انا اشتري حسابي. حلال ازنخك. شو بدهم يلاحقوا يوزعوا لا يوزعوا. وهيك القصة معلم، تتصدر على انها جريمة قتل مو انتحار ابدا. كل مخطط ممكن يكون سليم.